صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية لعام 1445 للهجرة وجاء في التعميم انه بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده لعام 1445 تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الاربعاء الاول من شهر محرم 1445 هجريه الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2023